بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جبت لكم وصفة اقتصادية خفيفة ظريفة، 10 دقائق مامبا، شطيتها بالجزر. هي وصفة لذيذة جدا، صيفية، ما تشدش اليد، ومع الوقفة تاع المطبخ والسخانة نحوس على أمور خفيفة ظريفة. ناخذ الجزر، نقطعه إلى قطع، نفوروه، وعندما يفور نديرو في المقلة شوية زيت، ونديرو ذاك الجزر نقلوه جيدا باش ما يبقاش البنة تاع التفوة. بعد أن ولادي ما يبغوش هذيك البنة، يبغوها مقلي، نقليه جيدا. نزيدو الثوم فوقها، ونزيدو كذلك القليل من الحرور، فلفل أسود، فلفل أحمر. اما الكمون ديروه لكن في الاخير باش ما يطلقش مروريه. ونزيدو زوج حبات بيض، ونقلو جيدا المكونات مع بعض. وهذه هي النتيجه. ولا كان عندك فرماج ضيفي فرماج، ولا كان عندك شويه فيونداشي تزكيها بالفيونداشي، لكن هي الوصفه الاصليه، هذه هي السامبل كاع، وكل وحده واختياراتها وامتيازاتها ولمستها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.